مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون معاناة إيفا مع إخواتها الأولاد، وعشان تعرفوا شو سبب معاناة إيفا مع إخواتها احضروا الفيديو معي للآخر. يقارب أكثر من 6 ساعات انتشر هالفيديو على القناة الروسية، وهالفيديو كان بطولة إيفا وصوفيا وسافا وكيفن وماكس وداني. وهالفيديو بيحكي عن معاناة الأخت لما تكون وحيدة مع مجموعة من الإخوة الشباب، فإذا بتكون هي البنت الوحيدة من هالعائلة مقابل 3 إخوة شباب، فسافا وكيفن وماكس بيكونوا بيحبوا إيفا، لكن بتكون معاملتهم لإيفا جدا سيئة. فمن ضمن هالأفعال اللي بيعملوها في إيفا إنه ما بيخلوها تنفرد بأكل حالها حتى لو هالشي بيكون خاص فيها. فلما إيفا بدأت في الأكل بالشيبسي ما أعطوها مجال لتاكله لحالها، بل شاركوها فيه بطريقة غير مرتبة وغير منظمة، واللي بيخلي إيفا تزداد إزعاج من هالشي إنه والدها ما بيعطي نصائح لإخواتها أبدا لحتى يصير تعاملهم معها لطيف، بل كان أيضا بيشاركهم في أفعالهم الغير منظمة. ووالدة إيفا اللي هي صوفيا ما بيكون هاممها أفعالهم أبدا، وهي مثل والدها لإيفا ما بتقدم أي نصائح لأولادها لحتى يصير أفعالهم منظمة ومرتبة. وبيبدأ المقطع الثاني بهالفيديو إنه إيفا كونها بنت بيكون إلها مستحضرات التجميل الخاصة فيها، لكن أكيد إخوات إيفا ووالدها ما رح يخلوها إلها أي إشي خاص فيها، وهالشي والخراب اللي بيقوم فيه هو والدها، فوالدها ما بيخليلها أي مستحضر تجميل خاص فيها إلا وبيستخدمه لإعتقاده إنه بيصلح للرجال والنساء. وبعد هيك تتوجه إيفا لتناول مشروبها خاص مع البسكويت اللي بتحبه، لكن أكيد ما رح يخلوها تكمل هالوجبة براحة، وفعلاً بيخربوا هاللحظة عليها. وبعد هيك بيتفقوا عليها لحتى يخربوا الوقت اللي بيجمعها مع صديقها، فبيبدأوا بالتنكر وبيبدأوا بتخريب هالوقت، وفعلاً بينجحوا بهالشي. لكن بعد ما بيخربوا هالوقت بتيجي صديقة إيفا لزيارتها في منزلها لحتى تحظى معها بوقت جيد، لكن في هالوقت إيفا بتلاحظ إنه تعامل سافا وكيفن وماكس مع صديقتها أحسن بكتير من تعاملهم معها، فهم بيبدأوا بتقديم أحسن الطعام إلها، فبتستغرب إيفا مين هالشي. وبعد ما بيخلصوا وبتودع إيفا صديقتها، بيبدأوا إخوان إيفا ليطلبوا منها إنها توفر لهم وقت لحتى يحظوا مع صديقتها بوقت من الصداقة، وأكيد إيفا بتستغل هالفرصة وبتخليهم كلهم ينفذوا طلباتها. فمثلا ماكس بيبدأ بمنكرة أظافر إيفا، وسافا بيبدأ بمساعدتها بحل الواجبات الدراسية، لكن والد إيفا بيستغرب من تعامل إخواتها لإيفا بهاي الطريقة، وبتستمر أحداث الفيديو. لكن بعد فترة بتكتشف إيفا إنه إخوانها وعائلتها ما رح تتغير أطباعهم أبدا، فبترضى في عائلتها وبتتأقلم مع وضعهم. هالفيديو مثل ما حكيت لكم منشور على القناة الروسية وحاصد على أكثر من 151 ألف مشاهدة. فيديو وهل في حد بيعاني من نفس المشكلة؟ يحكي لنا بالتعليقات. هيك بنكون انهينا هالفيديو لهذا اليوم، وشكرا لمشاهدتكم. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد.